اشتغل في منطقة عفرين، كون عفرين فيها نهر وماء كثير. انا اشتغل على التنقيط بسبب الظروف والاشياء اللي صارت معنا، فانتقلت لموطني اعزاز، وانا هو بتصفح عن طريق النت وغيره. خطرت في بالي شغلة الزراعة المائية وجربناها، والحمد لله استعنت ببعض المهندسين، جربنا البندورة وجربنا الخيار، جربنا الخس ونجحت وزرعناها على الأسطح، وبفضل رب العالمين اكتفينا ذاتيا. الأسمدة ثمن غالي، المي قليلة في منطقتنا، فاضطرينا نشتغل بخزانات، نشتري خزانات شري. هاي صعوبة، احدى الصعوبات. الصعوبات الثانية يعني تأمين البذر الأساسي للمزروعة، عبس تعينا بجيب شوي من تركيا، شوي من مناطق ثانية عن طريق النت كذلك الأمر. بتمنى أنا أني أعلم أكبر عدد من الناس الفقراء حتى يزرعوها، تنزرع على البلكون وتنزرع على الأسطوح. هي يعني الإنسان بيكتفي فيها ذاتياً، ما بحتاج إن شاء الله جميع أنواع الخضروات.